اليوم راح أسوي لكم هذا السوفلي أو الحلى بأربع مكونات بس وبعشر دقائق. بالبداية بالخلاط راح أخلي كوب من الحليب، ظرف من كريمة الشانتي، علبة من القشطة، و16 قطعة من بسكت الأوريو أو أي بسكت يشبه الأوريو. راح أخلطهم بالخلاط لحد ما ينخلطون كل الزين بهذا الشكل. بعدين راح أخليهم بكاسات وأدخلهم للفرن بس من فوق لمدة 10 دقائق بس. وهاي من بعد ما طلعوا من الفرن تقدرون تاكلوهم مباشرة. أنا زينتها بشوية شكر مطحون وبسكت أوريو وبس حبايبي. هي هاي الطريقة سهلة وبسيطة، جربوها لأن متأكد راح تعجبكم وراح تسووها أكثر من مرة. باعوا الشكل كلش طيبة وألف عافية.